في مطار صبيحة انت ممكن ما تحتاجش الموظف وانت بتعمل تشيك ان. هتقول لي الاونلاين تشيك ان والحاجات دي بالظبط كده، بس حتى على الكاونترات من غير موظفين الناس بتحط الشنط والشنط تروح لوحدها. تعال فرجك، تعال لو مش مصدقني. مش حكايه اونلاين تشيك ان بس، حوار كبير اتقل. بص يا حاج، ما بتحتاجش الموظف، الناس هي بتحط الشنطه. تمام تمام، هوريكم انا بنفسي بقى. مكان فاضي اهو، يلا بينا. بصوا شنطتي راحت لوحدها وعطلت، يعني راحت وقفلت على وشها وعطلت. الناس كلها كده. في جهاز هنا سكانر اهو، اللي هنا ده بيقرا الباركود ويبعت الشنطه. شايف بكام الفلوس؟ مش شايف الشنطه بوردو اللي بقى متمد. باركود وكودو عم اصير. تمام، هو ده الجزء الاول، احنا لسه ما خلصناش. بغض النظر عن ان شنطتي اتكفت على وشها ووقفت والراجل مشاها مانوال يدوي، لكن لا، الاصل بقى في القصه هي دي. هنا انت مش بس بتعمل تشيك ان باي حاجه بقى، بالتليفون باي طريقه، طرق كتيره، بالباسبور باي حاجه، بتملك نمره السيف تقول لهم مش عارف كم رقمك، وهنا الباسبور يتقري او الكيملك بتاعك لو انت تركي، وهنا الميزان. فبس في هنا لو عايز تدفع كمان الزياده انت ممكن تدفع هنا، بس ما هنا بتدخل كريدت كارد من هنا وتكتب البين كود هنا. يعني مكنه متطوره لكل الاغراض، تدفع منها الوزن الزياده وتوزن هنا الوزن هنا، ويكتب لك الوزن انت مطلوب، بس الميزان بتاعك مظبوط خلاص، بيطلع لك الباركود اللي هي الستيكر ده اللي انت بتلزقه او بتحطه في ايد الشنطه علشان يقرا الشنطه بتاعتك بياناتها وتوصل للديستنيشن مظبوط. فالمكنه كتير بقى، المكنات دي كتير، شايفين كل دول صف هنا وصف هناك واللي بعده الكوريدور اللي بعده. ف ده مطار صبيحة، أنا بحب مطار صبيحة طبعا. المطار الجديد بعيد طحن يعني، فعشان كده السفر من هنا أريح لي وأقرب للبيت. موظف واحد بيشيك، بيساعدك، بيقولك في حاجة، محتاج حاجة. شوفوا كل الناس أهي، موظفة أهي بتاعت الصف ده، لو في حد ما بيعرفش يستخدم المكنة أهو. تمام، هيحطوا، عملوا التشيك إن وهيحطوا الشنطة بتاعتهم، ولا حد بقى يقول لك اصل الوزن مش عارف ايه، لا، مكنه هي اللي بتعمل. وهناك برضو ما فيش موظف، انت بتحط الشنطه بتاعتك وبتروح، روحي زي ما بتروحي كل مره. هو ده مطار صبيحه اللي من غير موظفين تعرف تعمل تشيك ان ليك. كاونترات كتيره او ماكينات كتيره بدل الكاونتر. ونشوفكم على خير. سبحانك اللهم، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.